الشيخ الشنقيطي محمد الأمين، أنت تقول يعني لم ترى أحدا أعلم نعم. بكتاب الله منه. نعم. حدثنا عن يعني علاقتي بالشيخ الشنقيطي. الشيخ الأمين طبعا عرفته قبل الجامعة، كان له درس تفسير في الحرم، ولعله هو يمكن كان من أكثر الدروس حضورا للناس، يعني يحضروه في دروس في الحرم كان يحضرها في ذلك الوقت، يعني 10 و20 و30، لكن هو كان إذا جاء الدرس يحضر جمهور يعني من طلاب العلم ومن الناس ومن العوام يلتف حوله ويأخذ بالألباب في إلقاء للدرس. في مثل السيل الهادر، يجيب الآية ثم يأتي له نسق في التفسير، تحليل الألفاظ أولا ثم تركيب المعنى اللغوي، كل كلمة من الكلمات يعني اشتقاقها ومعناها في اللغة العربية، يستدل على كل معنى إذا كان لها أكثر من معنى، مثل ضربة مثلا لها نحو 10 معاني، فيأتي بهذه المعاني كلها ثم يدلل بأبيات من الشعر العربي جاه الذي يستدل به اللي هو حجة في اللغة على كل معنى من هذه المعاني، ثم بعد أن ينتهي من يعني الأمر اللغوي يأتي بعد ذلك ب يعني الآية يربط القرآن بالقرآن، هذه شبيه هذه الآيات أو نظيرها في القرآن كله، في يفسر القرآن بالقرآن، ثم يفسر القرآن بالحديث، ثم بأقوال يعني سلف الأمة. فكان هذا النسق الذي يسير فيه مع سرعة البديهة والاستحضار أمر سبحان الله، يعني أمر أنا أراه معجز، ما هو ديت يعني أن يكون ديت. فحافظة، حافظة معنى الحفظ، وسريع البديهة جدا وحاضرها، يعني كان نادر ما يغيب عنه الشاهد فيقول أوه طار من البيت بعد ذلك يعني شوية ويتذكر بيت الشعر مثلا الذي يريد الاستدلال به. ثم في إن شاء الله في تقوى، تشعر أنه إنسان يخاف الله سبحانه وتعالى، ثم المعرفة العميقة بعقيدة السلف، وهذا النقلة التي انتقلها طبعا تعرف أنت علماء شنقيط وما درس في شنقيط العقيدة الشعرية هي السائدة، ولكنه له يعني كيف انتقل إلى عقيدة السلف هذا أمر فيه سر ولغز، لكني سمعت أن أحد العلماء لما جاء هو ورأى فيه يعني هذه النباهة والذكاء والحفظ قبله مجموعة شيخ الإسلام وعطلية فعكف عليها وخرج بعد ذلك تقريبا بمدة قليلة، وهذا الرجل يستوعب يعني ما في الفتاوى خاصة في مسائل الاعتقاد، فكان آية كذلك في الرد على أي شبهة في 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 الاعتقاد. يعني بعض الناس حدثني أنه كان لا يعرف الفلوس، يعني ما يعرفش يميز الريال من 10 ريال من الكلام، مش يعني ليس إلى هذا الحد، ولكنه ما كان من أهل الدنيا، يعني كان رجل تجد أنه زاهد، وإذا رأيته ربما أنت يعني تظن أنه من عوام الناس، ولا يمكن حتى ما تظن أنه من أهل العلم، مثل حادثة طريفة يشبه في هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حادثة طريفة صارت للشيخ عثيمين أيضا، هو في هندامه وفي بشته وفي كذا انتشر أنه رجل ركب مرة مع سائق تاكسي، فصار بينه وبين سائق التاكسي حديث وكذا، وقال له أنت يعني سأله مين أنت، فقال له أنا يعني محمد صالح العثيمين، قالها قال له الشيخ أنت مين، قال له ها
انا ابن باز. يعني ما دام انت ابن عثيمين انا اكون ابن باز. يعني لم يصدقه يعني. ما صدقه طبعا. يعني ابن عثيمين اسم ضخم واسم مشهور. مش ممكن يعني يقول انه يركب على هذا. فكذلك الشيخ اقول الشيخ محمد بن شنقيط رحمه الله عليه لو رايته لا يعني لا تظن انه رجل يعني من اهل العلم، لكن خليه يقعد بقى يتكلم بقى هذا الصندوق خلاص يخرج يعني محتوياته رحمه الله عليه. فكان على كل حال يعني رجل زاهد ما هو من هو ده يشبه الشيخ ابن باز ايضا في انه ليس له هندام. يعني الشيخ ابن باز لما لقيته في الحج يعني الشيخ ابن باز في هندامه وفي لباسه وفي نعاله متواضع شد يعني شد التواضع على خلاف الشيخ الألباني. الشيخ الألباني كان له هندام يعني. الشيخ الألباني يعني ما هو تقول الهندام الهندام يعني البلطو اللي كان يلبسه في الشتاء والثوب واليد. وكذلك يعني لم يكن يعني كذلك من أهل يعني الفخامة والمحافظة على مثلا إنما يعني ما عمره لبس بشتي مثلا ولا لبس شيء يعني إنما بس لباس عادي يعني.